تاني بنقول ان الرافعة التشغيلية تتعلق بنسبة التكاليف الثابتة، فكلما كانت التكاليف الثابتة مرتفعة في هيكل تكاليف الشركة بنقول ان الشركة دي عندها رافعة تشغيلية عالية. على سبيل المثال مثلا شركات الطيران هنلاقي انها شركات التكاليف الثابتة لو قارناها بنسبة التكاليف المتغيرة في هيكل تكاليفها هنلاقي ان التكاليف الثابتة تمثل جزء كبير من اجمالي التكاليف، لان التكاليف الثابته اللي هي طبعا الطيارات ومهبط الطيارات وكل الانفراستراكشر ودي كلها تكاليف ثابته. لو قارناها بقى بتكاليف الاجور والاضاءه والكلام من ده هنلاقي ان التكاليف المتغيره تعتبر بالنسبه للتكاليف الثابته تكاليف الثابته هي تكاليف عاليه. تمام، فاذا على حسب طبيعه نشاط الشركات في شركات تلاقي التكاليف الثابته عندها تمثل جزء كبير من اجمالي التكاليف، 80% من تكاليفها تكاليف ثابتة و20% بس تكاليف متغيرة. في شركات تانية العكس، زي الشركات التجارية وكده نلاقي ان التكاليف او الشركات اللي هي الصناعية المواد الخام والأجور العمال وكلام من ده على انها تمثل التكاليف المتغيرة جزء اكبر من التكاليف الثابتة وهكذا. فاذا كلما كانت التكاليف الثابتة نسبتها بالنسبة لاجمالي التكاليف تمثل الجزء الأكبر نقول الشركة دي عندها رافعة تشغيلية عالية. تمام، طيب طيب الرافعة التشغيلية بتقاس بإيه؟ تقاس الرافعة التشغيلية بحاجة اسمها مقياس الرافعة التشغيلية أو نسميها درجة الرافعة التشغيلية. يبقى الرافعة التشغيلية من حاجة اسمها بنقيسها بحاجة اسمها درجة الرافعة التشغيلية، ودرجة الرافعة التشغيلية اللي هي بنقول عليها degree of operating leverage وبنديها رمز ال DOL اللي هي اختصار ل degree operating leverage. الدي او ال هي اختصار للرافعة التشغيلية او درجة الرافعة التشغيلية، ودرجة الرافعة التشغيلية بتتقاس بالمعادلة دي. المعادلة دي بتقولي ان الدي او ال اللي هي الرافعة التشغيلية بتساوي الكيو اللي هي كمية الانتاج كمية المبيعات نفتح قوس الفرق ما بين سعر بيع الوحدة بي ناقص التكاليف المتغيرة للوحدة في. يبقى تاني درجة الرافعة التشغيلية بتتقاس بإيه؟ ناخد كمية المبيعات نضربها في الفرق ما بين سعر بيع الوحدة بي ناقص التكاليف المتغيرة للوحدة في، وبعدين اللي احنا كتبناه في البسط نرجع نكتبه تاني في المقام كيو في بي ناقص في. البسط هو نفس المقام بس نطرح منه اف ناقص اف، الاف اللي هي التكاليف الثابتة، الاف هي التكاليف الثابتة والفي التكاليف المتغيرة للوحدة والبي هي سعر بيع الوحدة والدي او ال اللي هي درجة الرافعة التشغيلية degree of operating leverage. تمام، طيب المعادلة دي بيطلع منها ناتج، مثلا افرضوا ان طلع ناتج الحسبة دي طلعت مثلا 2 أو 3، معناها ايه 2 أو 3؟ معناها الرقم اللي بينتج ده بيتكلم عن ان الشركه هتحقق ربح تشغيلي قد ايه اذا تغيرت المبيعات ب1%. اذا تغيرت المبيعات ب1% يبقى معنى كده ان الشركه هتحقق ارباح تشغيليه بنسبه كام؟ 2%. لو طلع انها 2 فال2 دي معناها ان الارباح التشغيليه هتبقى 2% اذا زادت المبيعات 1%. ممكن تطلع الرافعه التشغيليه بالناقص او ممكن تطلع بالناقص، ولو طلعت بالناقص بالسالب يعني معناها انها اذا انخفضت المبيعات 1% هيؤدي الى انخفاض الارباح التشغيلية بنسبة مثلا 2% لو كان الناتج 2. يبقى الناتج اللي بيطلع من المعادلة دي هو درجة اللي هو يمثل معدل التغير في ارباح الشركة، تغير ارباح الشركة يا اما يطلع بيزيد لو طلعت الناتج بالبوزيتيف يعني موجب، او يحصل ايه ينقص الربح التشغيلي للشركه لو طلع الناتج بالسالب.
ده مترتب على ايه؟ نتيجة ان المبيعات يا اما زادت 1% فزودت الربح، يا انخفضت المبيعات 1% فخفضت الربح. تمام؟ يبقى اذا درجة الرفعة التشغيلية بتعبر عن معدل التغير في الربح التشغيلي الذي ينتج من ايه بقى؟ من تغير 1% في كمية المبيعات. تغير في 1% بقى، يا زيادة 1% مبيعات أدى إلى زيادة أرباح التشغيلية بنسبة كذا من الرقم اللي طلع من المعادلة دي، أو لو طلع بالماينس معناه انخفضت المبيعات 1% أدت إلى انخفاض أرباح التشغيلية بنسبة كذا. تمام؟ يبقى تاني بنقول إن إزاي بنحسب درجة الرفعة التشغيلية. بنحسبها من إحنا بناخد كمية الإنتاج والمبيعات نضربها في الفرق ما بين سعر بيع الوحدة ناقص التكاليف المتغيرة للوحدة، فنقول كيو في بي ناقص في، وبعدين ناخد البسط نحطه تاني في المقام هو هو بس نطرح منه اف. مين هي اف؟ التكاليف الثابتة. وبالتالي كل ما التكاليف الثابتة تكبر كل ما المقام يصغر، صح؟ لأن بنطرح منه التكاليف الثابتة، فكل ما المقام يصغر ناتج القسمة ايه؟ يكبر. لما أكون بقسم على رقم صغير يبقى الناتج يكبر، يبقى درجة الرفعة التشغيلية بتزيد بزيادة التكاليف الثابتة. تمام؟ فكل ما زادت التكاليف الثابتة بنطرحها من ال Q في B ناقص V، فالمقام هيصغر. مقام لما هيصغر أنا ما أكون بقسم رقم على مقام صغير الناتج هيكبر. يبقى إذا في بنقول إن كل ما زادت التكاليف كل ما زادت الرفعة التشغيلية. تمام؟ فكل ما الشركة عندها تكاليف ثابتة كتير هنطرحها من المقام، هتقلل المقام، وبالتالي هنقسم الرقم ده على مبلغ قليل هيديني رفعة تشغيلية عالية. وعشان كده بقول لكم الشركات مثلا الكبيرة زي شركات الطيران وكده اللي عندها تكاليف ثابتة كتير بتكون عندها رفعة تشغيلية عالية. رفعة تشغيلية عالية يعني ايه؟ أرباحها بتتأثر بدرجة كبيرة بالمبيعات. إذا كانت المبيعات هتزيد 1% هيؤدي إلى زيادة الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة كذا، الرقم اللي هيطلع من المعادلة دي. وإذا انخفضت المبيعات 1% هيؤدي إلى انخفاض الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة كذا. وبالتالي الأرباح التشغيلية ممكن تزيد أو تنخفض على حسب إيه؟ على حسب التغير في الإيه؟ في المبيعات. كل ما زادت المبيعات يزيد الأرباح التشغيلية، انخفضت المبيعات تنخفض الأرباح التشغيلية. 10,000 وحدة كنا حاسبين التشغيلية بخمسة، وعند 10,000 الرفعة عند 10,000 وحدة كانت باتنين، يبقى احنا هنضرب الرفعة التشغيلية اللي هي كانت في الرفعة التمويلية اللي هي اتنين هتديني 10. وبالتالي زي ما انتم شايفين لو جينا بقى فسرنا الرفعة المشتركة هنقول برضو لو طلعت بالموجب معناها ان زيادة المبيعات 1% سيؤدي الى زيادة ارباح الشركة نتيجة اعتمادها على الرفعة التشغيلية والتمويلية الاتنين بنسبة 10%. واذا انخفضت المبيعات 1% هيؤدي الى انخفاض ارباح الشركة التشغيلية والتمويلية بنسبة 10%. تمام؟ وعشان كده بنقول ان الرفعات هي سلاح ذو حدين، يا ترفع ارباح المنشأة بدرجة كبيرة نتيجة ارتفاع المبيعات 1%، أو بتخفض أرباح المنشأة بدرجة كبيرة نتيجة انخفاض المبيعات 1%. وعشان كده لا ينصح باستخدام أو الجمع ما بين رفعة تشغيلية مرتفعة ورفعة تشغيلية وتمويلية مرتفعة. الشركة لو كانت عندها رفعة تشغيلية مرتفعة تستخدم رفعة تمويلية منخفضة عشان متبقاش يعني تحت يعني مخاطرة نوعين من المخاطر، من نوعين من الرفعة. يكونوا لو انخفضت المبيعات 1% هتخفض رفع الأرباح التشغيلية والأرباح التمويلية، هتخفض الاتنين، يبقى إذا هتبقى خسارة جامدة على الشركة. يبقى إذا الشركة لو كان عندها رفعة تشغيلية عالية تستخدم رفعة تمويلية منخفضة، وإذا كان عندها رفعة تمويلية عالية تستخدم رفعة تشغيلية منخفضة. يعني ما تخليش الاتنين مرتفعين. ليه؟ لأن في النهاية لو انخفضت المبيعات 1% هتسمع في الاتنين، هتخفض أرباح المنشأة بدرجة كبيرة. يبقى من مصلحة الشركة إنها تستخدم يعني واحدة منهم تكون عالية التانية تبقى منخفضة، لكن ما تستخدمش الاتنين عاليين. الرفعة التشغيلية في الرفعة التمويلية دي. والتعريف التاني سيبكم ده.
التاني إنها بسط الرافعة التشغيلية على مقام الرافعة التمويلية. يبقى الرافعة المشتركة هناخد بسط التشغيلية على مقام التمويلية. والتعريف الثالث إنها كيو في بي ناقص بي على كيو في بي ناقص بي ناقص اف ناقص اي. من الرافعة المشتركة حاصل ضرب الاثنين دول في بعض. تمام؟ وبالتالي نقدر نقول طبعا هي مين هي اي؟ اي دي هي قيمة الفوائد، واف هي التكاليف الثابتة، وكيو كمية المبيعات، وبي سعر بيع الوحدة، والفي تكلفة المتغيرة. إذا الرافعة المشتركة Combined Leverage من رمز سي ال هي حاصل ضرب الرافعة التشغيلية في الرافعة التمويلية، أو هي كيو في بي ناقص في، وده بسط التشغيلي على كيو في بي ناقص في ناقص اف ناقص اي، ده مقام الرافعة التمويلية. واضح؟ التعريفات خلاص عشان ما يرجع قوي. طيب هذه رفع التشغيلية، هامش ربح على الأرباح قبل الفوائد والضرائب. أما الرفع المالية أو التمويلية، الأرباح قبل الفوائد والضرائب على الأرباح بعد الفوائد وقبل الضرائب. أما الرفع المشترك أو التعريف ليها، هي حاصل ضرب الرفع التشغيلية في الرفع التمويلية، هي هامش ربح على الأرباح بعد الفوائد وقبل الضرائب. التعريف الثالث هي بسط الرافعة التشغيلية على مقام الرافعة التمويلية. تعال ناخد تمرين ونشوف ازاي ممكن نحل الرفعات من قائمة الدخل. أي قائمة الدخل بيقول لي قيمة المبيعات كانت بإيه؟ بألف، اللي هي كيو في بي طبعا. تكاليف المتغيرة الإجمالية اللي هي كيو في في، قال لي إنها بمتين، فاحنا هنطرح التكاليف المتغيرة من قيمة المبيعات هتديني هامش الربح. هطرح 200 من 1000 يبقى اديني هامش الربح ب 800. وبعدين اطرح التكاليف الثابتة اف، اطرح 400، هيديني الارباح قبل الفوائد والضرائب اللي هي ايه؟ اللي هي 400 من 800 يديني 400. انا هامش الربح، طرحت منه التكاليف الثابتة كمان، اداني الارباح قبل الفوائد والضرائب. طيب قيمة الفوائد اي قايل لي بكام؟ مطروحة طبعا، بنطرحها 125. تمام، هو طبعا اللي هيجي لي القايمة موجودة بالايه؟ بالارقام وبالقيم دي، طبعا مش مكتوب الرموز دي. تمام، هيطلب منك انك تحسبي او منكم ان انتوا ايه؟ تحسبوا الرفعات التلاتة اللي هما التشغيلية والتمويلية والمشتركة. فهتجي لك قايمة جاهزة بأرقامها، تبقي عارفة أو تبقوا عارفين أدي قيمة المبيعات، بتطرح منها التكاليف المتغيرة الإجمالية، يديكي هامش ربح، هامش الربح هطرح منه التكاليف الثابتة، يديني الأرباح قبل الفوائد والضرائب، أطرح منها قيمة الفوائد هتديني الأرباح بعد الفوائد وقبل الضرائب. بعد كده طبعا بنطرح الضرائب، يديني صافي الربح قابل للتوزيع، اقسمه على عدد الاسهم، يديني ربحيه السهم. لكن احنا الرفعات مش هتقف الا عند الجزء اللي هو باللون الايه؟ البينكي ده. تمام، يعني البيانات بقيه القايمه مش هنحتاجها، كنا بنحتاجها في التحليل المالي، لكن دلوقتي احنا الرفعات تتحسب محتاجين لغايه الجزء ده اللي هو مين الارباح بعد الفوائد وقبل الضرائب، بعد ما طرحنا الاي اللي هي قيمه الفوائد. طيب تعالوا معايا، لو احنا عايزين نحسب رفعة تشغيلية على طول تقولوا ايه؟ هناخد هامش الربح 800 على الارباح قبل الفوائد والضرائب، يعني نقسم 800 على 400 يديكوا كام؟ 200، يديكوا 2. 800 على 400 يديكوا 2، يبقى الرفعة التشغيلية ب2. يبقى اذا الرفعة التشغيلية هي هامش ربح على الارباح قبل الفوائد والضرائب، يبقى هتديني 2، و2 بالموجب معناها ايه؟ ان زيادة المبيعات 1% سيؤدي الى زيادة ارباح الشركة ب2%. تمام، وعلى العكس طبعا لو انخفضت المبيعات 1% سيؤدي الى انخفاض ارباح الشركة التشغيلية ب2%. يبقى المبيعات دايما من ايه؟ نزودها 1% او بنقصها ب1%، بناء عليها الارباح التشغيلية اما هتزيد بكذا او هتنخفض بكذا بالناتج اللي هيطلع من الرفعة. طيب يبقى احنا عرفنا الرفعه التشغيليه. طب لو عايزين نحسب الرفعه التمويليه، الرفعه التمويليه هتقول لي اه هناخد الارباح قبل الفوائد والضرائب ال 400،
نقسمها على الأرباح بعد الفوائد وقبل الضرائب، يبقى هنقسم 400 على 275، هيبقى عندكم الأرباح التشغيلية 2 والأرباح التمويلية لما نقسم 400 على 2 على 275 هتديكوا كام؟ هنشوف أهو، ولما هنيجي نحسب هنقول إن الرافعة التشغيلية هي هامش ربح على الأرباح قبل الفوائد والضرايب، نقسم 800 على 400 زي ما احنا قلنا هتطلع لنا ب2. أما الرافعة المالية أو التمويلية بناخد الأرباح قبل الفوائد والضرايب اللي هي 400، نقسمها على الأرباح بعد الفوائد والضرايب اللي هي 275، هتديني كام؟ 1.45. أما الرافعة المشتركة هنروح ضربينهم في بعض، ناخد الرافعة التشغيلية نضربها في الرافعة التمويلية تديني الرافعة المشتركة. فهمنا سهلة قد إيه؟ يبقى إذا الرافعات تتحسبوا من قائمة الدخل بكل سهولة، إن إحنا الرافعة التشغيلية ناخد هامش الربح اللي هو إيه، خدنا قيمة المبيعات طرحنا منها التكاليف المتغيرة الإجمالية إداني هامش ربح، يبقى هامش ربح على الأرباح قبل الفوائد والضرائب، قبل الفوائد والضرائب. فالـ 800 على 400 دي 2. أما الرافعة المالية خدنا الأرباح قبل الفوائد والضرايب على الأرباح بعد الفوائد، لأن إحنا بنطرح الآي اللي هي قيمة الفوائد وقبل الضرايب، فهتديني الناتج الرافعة المالية، وبعدين هنضرب الرافعتين التشغيلية في التمويلية يدوني المشتركة. تمام؟ أي سؤال؟ يبقى إحنا كده خدنا الرافعات التلاتة، وقلنا كمان إن الرافعات ان الثلاثة دول ممكن نحسبهم بالقوانين وممكن نحسبهم منين؟ من قائمة الدخل. تمام؟ بكده خلصنا المحاضرة التانية.